الأخت أم خالد تقول يا شيخ بأن والدتي مريضة جدا ولازمة للفراش، ويصعب عليها القيام والتوجه لدورات المياه. هل لها مثلا أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ إذا كانت تصلي بالوضوء ولكن يشق عليها الوضوء لكل صلاة فإنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ولا مانع من الجمع، لأن هذا رخصة للمريض. نعم.